زي ما احنا شايفين يا جماعة ما شاء الله كلها مكاتب. احنا في شيشلي دلوقتي على الناصية، الاوتوبيسات بتعدي قدامها الفنادق. اول حاجة هنا فندق ماريوت اللي احنا شايفينه، فندق نورور تاور، ما شاء الله يا جماعة احنا في شيشلي دلوقتي، مجدية كوي جنبيكم، محطة مترو مجدية كوي ومحطة المترو بوس مجدية كوي، ما شاء الله. زي ما احنا شايفين دلوقتي يا جماعة ما شاء الله المكتب بيتجهز جدا خلاص على التشطيب. هنا يا جماعة هيحطوا الزرع الأخضر، في الدور الثالث. زي ما احنا شايفين يا جماعة شايفين الباب الحديد، يعني ما شاء الله تشطيب لوكس جدا. هو ده نزمان بتجاك نزمان هذا الرجل والله ماشي ان شاء الله هيكون جاهز في خلال 15 يوم. انا ورايا الملك، يعني تعتبر كل حاجه جاهزه دلوقتي، بس 15 يوم تكون حاجه 10 على 10 ان شاء الله. البيبان والحوض قبلقه مش قبلقه مطبخ خلاص الدين. ده المطبخ يا جماعة، أما ده يا جماعة الحمام زي ما احنا شايفين كده. كوتك لبس نزل. يا جماعة أنا هشرح لكم إلى أهم النقاط جدا جدا. زي ما احنا يا جماعة قلنا الفندق ده نورور تاور اللي قدام المكتب على طول مباشرة. المكتب ده لو هنا لو فيه ثمنه حوالي 2.5 مليون، لكن ما شاء الله المالك هيبيعه هنا بكام؟ ب 920,000 بدل الثمن العادي بتاعه 1.1 مليون أو 1.2 مليون. هنا يا جماعة خط المتروبوس، محطة المتروبوس جنبكم على طول، وهناك قدام شوية محطة المترو شيشلي مجدية كوي. انتوا في المركز ما شاء الله شايفين الفنادق كلها حواليكم، وتبع البلدية مباني البلدية هنا كل حاجة تبعكم ما شاء الله. هنا وهنا يا جماعة ديت المحكمة، محكمة اسطنبول. المساحة ديت كلها 86 متر يا جماعة مساحة المكتب. عارفين المكتب ده سعره هنا في اللي انتوا شايفين البرج اللي هو ده نورول تاور ب 2.5 مليون و 2 مليون، لكن ده ما شاء الله السعر المفروض العادي بتاعه 1.1 مليون ليرة، لكن
انتوا عارفين متعودين عننا ما شاء الله اللي احنا على طول بنجيب لكم حاجات اللقطه ب 920 الف ليره. وطبعا هنا لما هتمشوا كده طبعا الاتوبيسات بتعدي من هنا وخطوتين محطه المترو بوس اسمها مجديه كوي شيشلي، وخطوتين من هنا ما شاء الله محطه المترو اسمها برضو مجديه كوي شيشلي. انتوا في المركز هنا شايفين فندق ماريوت، الفنادق هنا حواليكم، لقطه كبيره جدا. السلام عليكم، ممكن تديني الميكروفون؟ شكرا. يا جماعه ما شاء الله كان ناس كتير بيسالوني احنا عايزين محلات للبيع. طيب المحلات كتير لكن اللقطة المكان الكويس جدا، علشان كده ما شاء الله اقدر اقولها دلوقتي احنا واقفين في اول محل ربنا كرمنا بيه، اول مكتب تجاري في شيشلي، منك على طول للمترو بوس قدامي هنا، منك جنبها للمترو، منك قدام فندق ما شاء الله اللي اسمه قدامي نورو تاور ماريوت ما شاء الله. المساحة 86 متر، السعر 920 ألف ليرة، يعتبر ببلاش. شايفين دلوقتي الدولار عامل كام؟ فيعتبر ما شاء الله هتاخدوه بربع سعره، مش نصه، ربع سعره، علشان سعره في العادي مليون ومئتين ألف ليرة، ومليون ومئة ألف ليرة، فما شاء الله فرصة كويسة جدا. وما تنسوش برضو الحاجة المهمة اللي لازم تحطوها في بالكم، اني انا وشريكي التركي ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما هتاخدوا سند الملكية الطابو بتاع المكتب الجميل ده. وان شاء الله احنا بنحبكم جدا ونشوفكم قريب في تركيا. شكرا جزيلا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول، بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحة على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وانصح اي شخص يريد يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع استاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر واشكرهم جزيلا. احنا نشكرهم كثير وقدرنا ان نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعه وقفونا صيتا ما حسينا بغربه، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك، والله أنا مبسوط أني شفت الطابة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابة باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني
يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريكة تركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريكة تركي من خلال اليوتيوب، ويختار شيء وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع، ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه ولمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير، وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قال لنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملوا وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلافندر، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات زين. لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع السار علي جمال وشكرا. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، ويعني حتى لو الفرن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية ويا مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حاب يجي إلى تركيا وتحديداً إلى إسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جات على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أعطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح
وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد. لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح. يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره هو يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلموني. أنا أول مرة لي هنا في إسطنبول مع الأخ علي جمال في إسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معه ما شاء الله ومعاملته، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه. وكان لي الفضل بعد ربنا في أنه ساعدنا في موضوع الإقامة، دلنا على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على المكان زراعة الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية يوم 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على العملية. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقباله أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، السعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في إسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في إسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في إسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية،
بنشوف الطابو. ايوه بنشوف الطابو، صحيح او مش صحيح؟ لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا. فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجه واحده مهمه جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبره في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعه. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره من نوكولي. كويس، بناخد النسبه المعروف عليها هنا في تركيا العادله. كويس، دي حاجه. تاني حاجه عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغايه ما تستلموا طابو الشقه باسمكم، لغايه ما تستلموا سند الملكيه، يعني طابو الشقه باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامه.